ما هي أماكن تواجد المسلمين في فيتنام؟ المسلمين أكثر أين؟ في العاصمة هل يوجد أحد؟ هانوي؟ تكلم بالعربي. نعم. المسلمين في هانوي في العاصمة قليل جدا. قليل جدا. وأكثره في الجنوب، في جنوب فيتنام. في جنوب فيتنام. في بعض المنطقات مثلا نينتون. أيوه. في هوشيمين، في أنجيان، في تينين. تمام. وغير الجنوب؟ وغير الجنوب توجد بعض مناطق عدد المسلمين قليل جدا، أحيانا شخص أو شخصين يعني سافروا إلى بلاد العرب وأسلموا فيها. ما شاء الله.